مساء الخير، شو هو انحلال الدم وليش بتغير لون البول عند مرضى انحلال الدم؟ انحلال الدم هو تكسر سريع لأغشية الكريات الحمر، بتحرر الخضاب للدم وبيطرح عن طريق الكلية، وهو بدوره بلون البول بلون غامق مثل لون الشاي. من أشياء أسباب انحلال الدم بمنطقتنا هو فقر الدم المنجلي. من الاسم تأخذ الكريات الحمر شكل المنجل، وهذا الشيء بيعيق كتاب الأوعية الدموية، ممكن تتجمع مع بعض وتؤدي لانسداد الأوعية الدموية، وهذا الشيء بيعمل نقص تروية بالعضو اللي بتغذيه الأوعية الدموية، وبينتج عنه نوبات الألم المعروفة عن مرضى فقر الدم المنجلي. لنفس السبب مرضى فقر الدم المنجلي بصير عندهم تموت بالإطحال لما بيصلوا سن البلوغ بسبب الاحتشاءات المتكررة بالإطحال خلال السنوات الأولى من العمر. هذا الشيء بينقص مناعتهم بشكل كبير، بصيروا أكثر عرضة للالتهابات والإنتانات، مشان هيك لازم هدول المرضى ياخذوا لقاحات مثل اي مريض عم نحضره لاستئصال اطحال. كذلك الامر لازم مجرد الشك بالتهاب او انتان في حال ارتفاع كريات البيض او زياده الحراره ارتفاع الحراره، مجرد الشك بانتان لازم مباشره نبدا بصدات حيويه وعدم الانتظار لحديت ما تظهر كل علامات الانتان، لانه هذا الشيء بيعرض صحه المريض للخطر. شكرا لمتابعتكم، ولقراءه المزيد عن فقر الدم المنجلي بإمكانكم زيارة موقع العيادة الإلكتروني الظاهر بالفيديو.